السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وبسلامة، ورمضان مبارك عليكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ورجعنا بفيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحدي الأسبوع الأول من السيزون التاسع. طبعا التحدي الرابع والخامس راح يكون شرح بهذا الفيديو، والتحدي الرابع راح يطلب منك إنه تشيل بكل جيم أو تاخذ بكل جيم سلاح ليجندري، أو بالأصح اللي نسميه بالعربي سلاح أسطوري. وطبعا التحدي الخامس راح يطلب منك انه تبحث عن او تفتح 7 صناديق بمنطقتين لوت ليك او منطقة لاكي لاندينج. 7 صناديق ممكن تسويها باحدى المنطقتين اللي هي لاكي لاندينج او لوت ليك. اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. كان معكم انتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.